الرئيس السيسي يتلقى التهاني من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. مدبولي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أكوا باور السعودية بمشروعات تحلية المياه، ويشهد التوقيع على اتفاقية مع الشركة لتطوير مشروع لطاقة الرياح بغرب سوهاج. الأمم المتحدة تنهي اتفاقية تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية رداً على تعليق موسكو مشاركتها في اتفاقية الحبوب. 9 مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للسيد الرئيس بموفور الصحة والعافية، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليه وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وفي السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. وأعرب مدبولي عن أطيب التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة العطرة. كما عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية. كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. أعرب توفيق في البرقية عن أصدق التهاني وخالص التمنيات للسيد الرئيس بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذه المناسبة. كما بعث وزير الداخلية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث وزير الداخلية تهنئة لشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف شوقي علام. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الشركة الناشئة وملف ريادة الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركة الناشئة. جاء ذلك خلال لقاء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة مع مسؤولي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والشركة الناشئة، حيث أكد رئيس الوزراء الاهتمام الكامل بإنشاء المنصة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع انطلاق في هذا الصدد، وموجها بسرعة عقد اجتماع حول هذا الشأن. هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع شركة أكوا باور، مؤكدا على ما تحظى به الشركة من مصداقية وثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة أكوا باور في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعاني منه مصر. وفي السياق ذاته، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجا وات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة أكوا باور السعودية. وبموجب الوثيقة الموقعة بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر، فإنه من المتوقع أن يولد المشروع عند اكتماله رياحا بقدرة تبلغ نحو 50,000 جيجا وات في الساعة من الطاقة المتجددة سنويا، كما أنه يخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك سنويا، فضلا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية. استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام، ليكتمل بذلك وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن. يأتي ذلك بعد أن أدى الحجاج مناسك الحج، وفي ضوء التيسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم المناسك. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في ضوء التيسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم المناسك. فقد استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام. متعنا وانبسطنا وكانت حاجة فرحة جميلة وانبسطنا جامد. وعقبال كل سنة يا رب. كان في متابعة وناس محترمة وناس محترمين وكلها بعثة كويسة وكل سنة وانتم طيبين. رحلة جميلة 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 ويا رب اكتبها لكل مسلم واجعلنا سعداء بها واجعلها بعودة لنا ولكم يا رب. زي العسل والحج عسل وكل حاجة عسل. الحمد لله. وتمت بخير والحمد لله. أنا أحلى حاجة في الدنيا إن أنا رجعت أرض مصر. رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين. أحلى حجة وعبال كل مشتاق، والداخلية قامت بالواجب على أحسن اكتمال، فنادق وأكل وشرب وكله تمام التمام. زي الفل، عملنا حجتنا والحمد لله، وكانت الفنادق والفندق قريبة جدا والله من المناسك. والإجراءات كانت سهلة وكل حاجة كانت سهلة والحمد لله، وجايين مبسوطين وعالي العال. متشكرين لوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج، وهو ما أشادوا به. كل حاجة تمام والإجراءات كلها تمام، حتى الانتقالات برضو كانت كويسة، والخدمات بتاعة البعثة برضو متوفرة كويسة، وأعضاء البعثة برضو كانوا معانا في كل مكان، وكنا بنتنقل من مكان لمكان بكل راحة وكل هدوء. البعثة المصرية محترمة وكل كان الناس محترمين، ويا رب يا رب تنلوها وتشوفوها يا رب. كل التحية وكل الشكر للبعثة وزارة الداخلية اللي نظمت بعثة الحج هذا العام باقتدار. ضباط وأفراد بعثة حج القرعة كانوا يسهرون على راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم مع وجود ضباط في مطاري القدوم والمغادرة بالمدينة وجدة. الحمد لله رب العالمين، فنادق مميزة، فنادق قريبة جدا من الحرم. ما شاء الله قدمنا الخدمات المناسبة لنا، والفنادق كويسة ممتازة جدا. نشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. Fa
فرحة كبيرة وسط الأهالي وهم يستقبلون الحجاج عقب خروجهم من الصلاة الموسمية بمطار القاهرة. تعلو وجوههم أنوار إيمانية وفرحة كبيرة بأدائهم فريضة الحج. من ساعة ما خرجنا من هنا ما شاء الله كان في تنظيم كويس جدا واستقبال للناس، وشفنا في حالة إنسانية كانت حلوة قوي بصراحة ما بين الناس اللي بينظموا ما بين أمهاتنا وأبهاتنا اللي طالعين حج. يعني احنا ممكن نكون صغيرين شوية أو مش محتاجين مساعدة، لا بنلاقي الناس هنا كلهم بيساعدوا. الحمد لله عدت على خير وبقينا كويسين ورجعنا بسلامة الله لأرض الوطن، والوزارة كانت قايمة بشغلها والله، الضباط والناس والفرقه اللي كانت معانا يعني كانوا قايمين بشغلهم جامد قوي، والحمد لله عدت وكويسين الحمد لله. الحمد لله ان احنا حجينا واتبسطنا ورحنا وزرنا، وعقبالكم وربنا يبارك لكم ويوفقكم. هكذا كانت الرحله الايمانيه والروحانيه لهؤلاء الحجاج ميسره. كانوا فيها ضيوفا على الرحمن، عادوا وكلهم امل ان تغفر ذنوبهم. عادوا وسط رضاء تام بكل الخدمات والتيسيرات التي قدمت لهم خلال فترة رحلتهم المقدسة. في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له جسر القرم الإرهابي، مطالبا المسؤولين بتقديم مقترحات ملموسة لضمان أمن الجسر الذي يربط بين جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم. وفي شأن آخر، قال بوتين أن موسكو لديها مخزون كاف من الذخائر العنقودية، مشددا على أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مماثلة إذا استخدمت أوكرانيا تلك الأسلحة. أود أن أشير إلى أن الاتحاد الروسي يمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية باختلاف أنواعها وحجم الذخائر العنقودية، ولم تكن لدينا حاجة إلى ذلك رغم النقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضا في فترة ما، لكن بالطبع إذا تم استخدامها ضدنا فإننا نحتفظ بحق رد بالمثل. أعلنت أوكرانيا استعادة 18 كيلومترا مربعا تسيطر عليها روسيا حول مدينة بخموت شرقي البلاد. كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة 180 كيلومتر مربع جنوبي البلاد منذ بدء الهجوم المضاد مطلع يونيو. كانت أوكرانيا قد أقرت في الفترة الأخيرة بمواجهتها صعوبات في القتال، داعية الولايات المتحدة ودولا حليفة أخرى إلى تقديم أسلحة طويلة المدى ومدفعية. إلى ذلك، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وأكدت بعثة روسيا بالأمم المتحدة أن القرار الروسي نهائي وأن موسكو لن تجري المزيد من المحادثات بشأن الاتفاق. هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود. كان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا. وفي رسالتها إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أكدت موسكو أن انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يعني إلغاء ضمانات سلامة الملاحة التي أصدرها الجانب الروسي. في المقابل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اتفاق موسكو مع المنظمة الدولية لتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية قد انتهى أيضا. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إحباطه الشديد لتجاهل الرئيس الروسي اقتراحه بتمديد اتفاق الحبوب، معتبرا أن القرار سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان. من جانبها، وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه خطوة أنانية. وأضافت فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.
من جانبه قال البيت الأبيض إن تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي وسيضر بالملايين. وفي الأثناء اعتبرت الحكومة البريطانية أن إعلان روسيا بإنهاء الاتفاقية هو إعلان مخيب للأمال، بينما طالبت باريس موسكو بوقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي والتراجع عن قرارها. ودعت الحكومة الألمانية روسيا إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب، وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن النزاع يجب ألا يتم خوضه على حساب الأكثر فقراً، معربة عن أملها بألا يقتصر هذا الاتفاق في المستقبل على مهلة زمنية محددة أو قصيرة. قال رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، لكنه ليس من المرجح أن يبقى بها. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية من مجموعة 20 في الهند لإجراء محادثات تستمر يومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر. كان البنك الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.4% من 2.7% في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تأثير تشديد السياسة النقدية عالميا. أعلنت الصين تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام بلغ 6.3% رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة كورونا، ورغم أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا إلى أن وتيرته كانت أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو بنسبة 12.7%. رغم تعثر الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد جائحة كورونا وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال، أعلنت الصين تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.3%. الأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أظهرت تحسنا في الانتاج الصناعي بنسبة 4.4% في يونيو في مقابل 3.5% في الشهر السابق. ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنويا مع زيادة نسبتها 3.1%، إلا أن وتيرته كانت أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مع 12.7%. إلى ذلك بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سن 16 عاما و24 عاما مستوى قياسيا جديدا في يونيو مسجلا 21.3%. كما عرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا. وطبقا لمحللين استفاد
شهدت أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من المقارنة مع العام الماضي الذي شهد نموا متواضعا في الربع نفسه عند 4%، متأثرا بالإغلاق الذي كان مفروضا على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي. وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام عند مستوى 5%، لكن قد يصعب تحقيق ذلك بحسب رئيس الوزراء لي تشيانغ وسط تحديات اقتصادية جامة تحيط بالاقتصاد العالمي. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين بنسبة 1.6%، وذلك بعد استئناف المصافي العمليات واستكمال الصيانة التي تجرى في الربيع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب على السفر في فصل الصيف. وكشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي معدل استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بلغ 14.83 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار. تغير المناخ يفاقم موجات الحر في أنحاء العالم ويتسبب بفيضانات وحرائق بمناطق أخرى. أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري أنه من الضروري أن تحرز الصين والولايات المتحدة تقدما حقيقيا في الأشهر الأربعة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ COP28 المقرر عقده بالإمارات. وخلال اجتماعه مع نظيره الصيني تشي تشين هوا في بكين، دعا كيري الصين إلى الشراكة مع الولايات المتحدة لخفض انبعاثات غاز الميثان وتقليل تأثير الطاقة التي تعمل بالفحم، في الوقت الذي يهدف فيه الجانبان إلى إعادة بناء الثقة بعد تعليق المحادثات بشأن المناخ العام الماضي. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع درجة الحرارة في الجنوب الشرقي للبلاد في الأيام القادمة إلى 40 درجة مئوية. كانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة التأهب في 9 أقاليم بوسط وشرقي البلاد وفي إقليم القلب البحري. أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية، حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية. وحثت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الأمريكيين على أخذ هذه المخاطر على محمل الجد. موجة حر شديدة الخطورة تجتاح غرب الولايات المتحدة وجنوبها وفق ما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض المدن. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حذرت من استمرار الوضع على حاله لفترة بالنسبة لأكثر من 90 مليون أمريكي تبلغوا إنذارا بارتفاع كبير في درجات الحرارة. في فينيكس كبرى مدن أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية لليوم 16 على التوالي، ارتفاعا من درجات حرارة قصوى مسجلة سابقا عند 43 درجة مئوية. وسيوضع جزء من الولاية في مستوى الإنذار الأرجواني إلى مستويات حرارة قصوى نادرة، ويمثل أعلى مستوى إنذار لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وفي جنوب كاليفورنيا تسعى فرق الإطفاء لإخماد العديد من الحرائق العنيفة منذ الجمعة، والتي أتت على أكثر من 1214 هكتارا وأدت إلى إجلاء السكان. ووفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن موجات الحرارة تحدث بشكل متكرر أكثر من ذي قبل في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وازدادت وتيرتها بشكل مستمر من متوسط موجتي حرارة سنويا خلال ستينات القرن الماضي إلى 6 موجات كل سنة خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة. أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول توجيهات ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام، مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 شخص. وتتعرض مناطق في وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ الخميس الماضي مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في أواخر يونيو إلى ذروته. (تصفيق)
تواجه كندا موسما غير مسبوق من حرائق الغابات المستعرة التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، وتواجه الأقاليم الشمالية الغربية الكندية موجة جفاف شديدة هذا العام. وفي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن. على مدار أسابيع تواجه كندا موسما غير مسبوق من حرائق الغابات المستعرة في مناطق مختلفة التهمت مساحات غير مسبوقة من الغابات. الأقاليم الشمالية الغربية تواجه موجة جفاف شديدة هذا العام، وفي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن، وحاليا هناك 89 حريقا نشطا في منطقة فورت ليارد، 12 منها خارجة عن السيطرة. السلطات الكندية أعلنت مصرع رجل إطفاء ثان خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تشهدها البلاد بعد يومين على مصرع إطفائية في غرب كندا. آلاف النازحين يخيمون في بلدات قريبة من مواقع الحرائق، لكن ليس أمامهم فرصة تذكر للعودة إلى منازلهم قريبا مع استعار النيران واتساع رقعتها. سرعة الرياح التي بلغت 60 كيلومترا في الساعة تذكي الحريق رغم سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة في بعض المناطق المشتعلة. التكلفة الاقتصادية لحريق الغابات تخطت تكاليف فيضانات ألبرتا في عام 2013 التي بلغت نحو 6 مليارات دولار كندي، ويتجه الوضع لأن يصبح أكبر كارثة طبيعية في تاريخ كندا. موجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف عززت الوضع الكارثي في كندا، ففي السنوات الأخيرة شهدت البلاد ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدتها وتواترها بسبب تغير المناخ. قالت السلطات الصينية والفيتنامية قامت باستعدادات لإجلاء ألاف الأشخاص في جنوب الصين وفيتنام، وألغت كذلك عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار من القارة. ومن المتوقع أن تضرب رياح عاتية وأمطار غزيرة طول الساحل في مقاطعتي غواندونغ وهاينان جنوب الصين عندما يصل الإعصار إلى اليابسة ليلة الثلاثاء. وقامت السلطات بالصين بإصدار إنذار برتقالي، وهو ثاني أعلى حالة إنذار على مقياس من 4 درجات، مما يشير إلى أن العاصفة ستتحول تدريجيا إلى إعصار كبير. وفي فيتنام وجه رئيس الوزراء فامين تشي فرق الاستجابة للكوارث للاستعداد لأعمال الإنقاذ والإغاثة فورا، محذرا من فيضانات محتملة. نرحب بكم من جديد في نشرة التاسعة. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان. شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية. فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي. في محافظة أسوان يمكن أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عاملين مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه. المواطنين هنا بالذات الأكثر احتياجا لازم يعيشوا حياة آدمية وحياة كريمة فعلا زي ما السيد فتحي السيسي دايما بيقول لنا. طبعا إحنا ننظر للحاجة، وين الناس وشنو حاجتهم، يكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير، فهم يسوون الدراسات واحنا نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة، ومن هنا نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه. مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانة مركز نصر النوبة، أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع ل 400 مصلي، والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حفظ للقرآن الكريم. الجامعة كان تطوير يعني مش زي الأول، دلوقتي اللهم صل عليه ما شاء الله ربنا يصلح لنا وحالهم، يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني. أقرب كلمة أن أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل، حب يعمل حاجة لأهل المنطقة. قرب الجامعة للبيوت حاجة تانية يعني، فطبعا الواحد بدل ما يروح يصلي بعيد
يصلي في المكان القريب عليه. وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانة، تم إنشاء محطة تنقية مياه للشرب يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية. نشكر كل المسؤولين على المحطة، عشان في ناس كثيرة كانت بتتضرر من المية دي، فدلوقتي هتشرب مية نظيفة وتشرب مية وانت مطمن يعني. مية نظيفة ومية قريبة هنا غير الأول يعني. وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين، تم تسليم مراكب صيد حديثة ل24 من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو، بالإضافة إلى أجهزة صيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقارب 1.5 مليون جنيه. بارك الله فيهم، ساعدونا بما يرد الله، نكون برضو متلتتين شوية يعني في المعيشة دي، فهم سهلوا علينا حاجات كثير. استلمت مركب حضرتك تمام، ونشكر جميع صناع الخير والتحالف الوطني انهم ساعدونا، وده مصدر رزق طبعا للاهالي. المركب دي هي يعني روحي ودراعي واكل عيشي يعني، بصراحة حاجة حلوة ويوم عيد هو يعني. مشروعات تعكس كم المجهودات المبذولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفئات الأكثر احتياجا، والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر. يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية على دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث انطلق في شهر مارس من عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى من مؤسسة العمل الأهلي والتنموي، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية. في ظل الجمهورية الجديدة، هناك إرادة سياسية داعمة للعمل الأهلي تريد أن تحرره من أي قيود إدارية، ليظل دور الجهة الإدارية دوراً تنظيمياً فقط للعمل الأهلي. من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني، والتي نشأت بشكل طوعي من خلال حوار مجتمعي موسع، أكد على وجود ظهير داعم لهذه التجربة من كل أطراف العمل الأهلي في مصر. التحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع. التحالف الوطني للعمل الأهلي يتواجد في 27 محافظة، بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية. وخلال عام 2022 بلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها التحالف نحو 30 مليون مواطن، حيث قدم التحالف خدمات طبية متقدمة وأولية، معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية. كذلك تم تقديم مساعدات اجتماعية لنحو 20 مليون مواطن، تنوعت ما بين رعاية أيتام، تجهيزات الزواج للفتيات، فك كربي، غارمات. كل ذلك جاء من خلال تمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية ب 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني. وخلال العام الجاري تم تقديم دعم نقدي شهري ل 400 ألف أسرة بإجمالي 1.3 مليار جنيه، ودعم نقدي موسمي لعدد 1,000,000 أسرة بإجمالي 600 مليون جنيه. وفيما يخص حملة كتف في كتف، تم تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحي بالمجان بإجمالي 30 ألف رأس بتكلفة بلغت 1,260,000,000 جنيه، تغطي 3.2 مليون أسرة بمحافظات الجمهورية. التحالف الوطني للعمل الأهلي ترجمة فعلية لسياسات رسمت لعمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، تشمل الدخول في مشروعات مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المواطنين الأولى بالرعاية.
تواصل مبادرة 100 يوم صحة عملها في مختلف مناطق محافظة دمياط، خاصة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين. وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي. احنا عندنا فرق مغطية اماكن كتير جدا في دمياط القديمة ودمياط الجديدة وراس البر من 9 صباحا ل 9 مساء. احنا قسم تثقيف صحي واعلام وتواصل المجتمعي موجودين معاهم عشان بنقدم خدمة التوعية وتقديم المعلومات حول خدمات المبادرات للجمهور والاجابة عن اي سؤال خاص بخدمات المبادرة. تمام، طبعا عندنا الخدمات اللي بتقدم، عندنا قياس ضغط وسكر واعتلال كلوي ومبادرة اورام سرطانية ومبادرة صحة المرأة. تمام، كل ده طبعا بيتقدم بالمجان بالرقم القومي فقط. باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة، وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة ووجود 14 شخصا من قاتني تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور، وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والعقارات المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر وتحديد المتسبب في التقاعس عن إتمام تنفيذه وسند المسؤولية في ذلك. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديد حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في الصورة وانقل لي الأجواء والاحتفالات في هذا المهرجان. نعم، بعد التحية، يعني الحقيقة أجواء كلها مبهجة وأجواء مليئة بالفرحة والحماس لدى الزائرين المتواجدين هنا في مدينة العالمين الجديدة، والتي نتابع معهم دائما على مدار الوقت يعني مدى اهتمامهم وحرصهم على حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. هذا المهرجان الذي يعني نقل مدينة العالمين نقلة نوعية سياحية كبيرة من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية التي تقدمها إدارة المهرجان لما يقرب من 1 مليون زائر خلال فعاليات المهرجان التي ستستمر حتى 26 من أغسطس القادم. هذا الممشى السياحي الآن هو واحدة من المناطق التي ستشهد عدد كبير من الفعاليات، ومن خلف المكان الذي يتم تجهيزه الآن لاستقبال حفل الفنان تامر حسني في 21 من يوليو الجاري، نرى الآن عدد كبير من الأسر من الأطفال الذين يتجولون في هذا الممشى يستمتعون بجمال الهواء الطلق لمدينة العالمين وحالة الطقس الجيدة الجميلة مع شواطئ مدينة العالمين الجميلة والأبراج أيضا من خلفي، يعني كلها يعني مناظر وأجواء من البهجة والفرحة. وربما عندما نتحدث مع الزائرين المتواجدين هنا في مدينة العالمين آرائهم تؤكد الانطلاقة القوية
القوية الأولى لمهرجان العالمين الجديدة، والتي بدأت يعني منذ يوم الخميس الماضي. والانطلاقة القوية والبداية القوية لهذا المهرجان تعود لعدة أسباب، وهذه الأسباب رصدناها من خلال أيضا الحديث مع المواطنين والزائرين الذين حضروا هذه الفعاليات. ربما يكون السبب الأول هو المكان الذي تم إقامة الفعاليات الأولى الرياضية والفنية للمهرجان، وأيضا يعني سيستمتعون خلال الفترة القادمة بالمزيد من الفعاليات الرياضية والفنية، وسنتابعها معكم بالتفصيل. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من العالم عالمين. وعودة إلى جهود التحالف الوطني، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. دكتور عهود أرحب بك. دكتور بعد تحية، أهلا بحضرتك يا فندم. نعم دكتور، يعني كثير من الكيانات القوية بما فيها مؤسسة حياة كريمة هي المكونة للتحالف الوطني، لأي مدى تمكن التحالف حتى الآن من تحقيق أهدافه المرجوة منذ نشأته وحتى الآن؟ احنا لو بصيت لها على الشق الأولاني والأهم هو الوصول للمستفيدين بشكل افضل ومتميز وبدون اللخبطه، المستحقين دولت اخذوا قبل كده مساعدات من مؤسسه ثانيه ولا لا، فانا حتى ان احنا حققنا اكتر مما توقعناه اول يوم اجتمعنا، وعشان كده هدينا 100%، لان احنا حقيقي قاعده البيانات اللي ارسناها من اول يوم واليه العمل فيها قدر كبير من الشفافيه والمهنيه خلتنا نبقى واقفين على خطه مشتركه وقاعده بيانات متشاركه ما بيننا تقدر تعرفنا احنا بنقدم الخدمات بشكل وجوده كويسه وللمستحقين فعلا ولا لا. نعم دكتور عهود، يعني بصفتك احد قيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي، يعني حدثينا عن بعض الانجازات التي تحققت حتى الان، يعني تابعنا في تقارير سابقه في نشر بعض الانجازات التي تمت من خلال التحالف، لكن ما هي ابرزها؟ انا بالنسبه لي هخليها حاجات ما كانتش، يعني الانجازات بالنسبه لي هي اللي ما كانتش بتحصل قبل وجود التحالف في المجتمع المصري، وعلى راسها القوافل اللي كانت بتقدمها مؤسسات المجتمع المدني بشكل تشاركي في المحافظات، واللي لفت تقريبا نص المحافظات في شهور قليله، وقدمت خلالها خدمات متنوعه على رأسها القوافل الشاملة اللي احنا عملناها. الحاجة الثانية قاعدة البيانات اللي احنا عملناها اللي خلتنا قدرنا نوصل لعدد مستحقين أكبر من المتوقع، وما نساعدش نفس الناس اللي كانت بتسيء استغلال المجتمع المدني وتخلي الناس اللي عندها تعفف ما تاخدش ما تستحق. فأنا بالنسبة لي بقيمها كده أكتر من أرقام، ولو إن طبعا حضرتك عارفة يعني محققه التحالف يعني في خلال شهور في أرقام، من أول مبادرة إزرع اللي ساعدت أكتر من 100,000 مزارع لغاية القوافل الشاملة لغاية الفلوس اللي اتصرفت على المستحقين وكان فيها شفافية تامة، المليارات اتصرفت على إيه بشكل محدد وكنا بننشر ده أول بأول، دي كلها نجاحات ما كانتش مسبوقة في المجتمع المدني خالص. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كنت معنا عبر الهاتف. ثمنت مؤسسة حياة كريمة إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا من أجل تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضحت مؤسسة حياة كريمة كونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه أنها تشرفت بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كافة أعضائه لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجا. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد. فاطمة خليل في انتظاركم وطائفة من آخر الأنباء الاقتصادية، إليك فاطمة. شكرا ليلى عمر، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بعنوان القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد. تضمن التقرير انفجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية، وذلك بعد 9 سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت وكالة فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدرا مستقرا نسبيا للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نمو قوي في القطاع المصرفي خلال 10 سنوات المقبلة. انطلقت فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية. وخلال الفعاليات أشار المشاركون إلى أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات. هذا المؤتمر الذي يعقده وينظمه البنك المركزي المصري يمثل رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداما للنقد، أكثر إقبالا على التقنيات والوسائل الرقمية في السداد وإنهاء المعاملات المالية. اشتراك البريد المصري في سيملس نورث أفريكا للسنة الثانية على التوالي أمر الحقيقة إحنا بننظر له بأهمية كبيرة، ملتقى للتكنولوجيا وتبادل الخبرات، الحديث عن أي خدمات مالية حديثة أو شمولية لمجتمع أفضل لن تتأتى أبدا بدون دخول الهيئة القومية للبريد. النهاردة في سيملس شايفين من أول الكيانات الكبيرة، كيانات بنكية، بنوك عامة، بنوك خاصة، شايفين كيانات زي اي فاينانس، شايفين مالتي ناشونالز، شركات اجنبيه، شايفين شركات ناشئه في مجال الفاينانشال تكنولوجي، ستارت ابس كثيره. كل ده موجود معانا النهارده في سيملس، وده بيدل على تهيئ بيئه ان هي داعمه من اول الكيانات الكبيره المالتي ناشونالز لغايه الستارت ابس. ميته تكمن في التاكيد على دور مصر كمركز اقليمي يكون حلقه وصل ما بين الدول العربيه والقاره الافريقيه. احنا النهارده استغلينا هذا المؤتمر لاجتذاب فوق 100 شركه ناشئه في المعرض اللي بيقام على هامش المؤتمر لعرض خدماتها وافكارها وحلولها التكنولوجيه للقطاع المصرفي ولكل المتعاملين في هذا القطاع. وايضا استغلينا الفرصه للاعلان عن تحركات قام بها البنك المركزي في هذا الشان، من اهمها ان احنا قمنا باطلاق القواعد المنظمه الرقابيه للبنوك الرقميه. ذكرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين، خاصة بعد زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأرنب. أكدت الغرفة ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3,800,000 طن قمح محلي حتى الآن، لافتة إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الإعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. أضاف القصير أنه تم الإفراج عن 6,500,000 طن، منها 4,500,000 طن ذرة ومليونا طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي 3,400,000,000 دولار خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي حتى 13 من يوليو الجاري.
قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بتسليم عدد من شباب مهندسي قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية للموارد والأصول في منظومة التكرير والتصنيع بمصافي التكرير المصرية. أكد الملا أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها في قطاع البترول لربط كافة أطراف صناعة البترول في مصر في منظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة وسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات. أشار الملا إلى أن مجال التكرير يعد ركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية. في سوق المال أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مال التعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات تجاوزت نحو 1,500,000,000 جنيه وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات من الجنيهات ليغلق عند مستوى 1,176,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 17,512 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 3,442 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 5,112 نقطة. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات في ثاني محطة له ضمن جولة خليجية تركز على تأمين إمدادات الطاقة وتقديم التكنولوجيا الخضراء اليابانية. التقى كيشيدا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد حيث ناقش بين الإمارات واليابان ووقعا عددا من الاتفاقيات في مختلف القطاعات. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لليلى وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة. شارك 40 زورق رحلات في اختبار تقني في نهر سين لمعرفة الوقت الذي تستغرقه قافلة أولمبية للانتقال من جسر إلى آخر في إطار الاستعدادات لحفل افتتاح أولمبياد باريس لعام 2024. وتعتزم باريس استعراض معالمها الشهيرة من خلال عرض على سطح مياه نهر سين يمتد لستة كيلومترات، وذلك بدلا من تنظيم حفل افتتاحي تقليدي يقام داخل أحد الملاعب. هذا ومن المقرر أن يشهد الحفل مئات الآلاف من المتفرجين مجانا في قلب العاصمة الفرنسية. ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة مع فاطمة خليل. لك فاطمة شكرا هبة، شكرا ليلى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق الأول، وأوضح الاتحاد السكندري أنه تم توجيه الشكر إلى مانولوفيتش بعدما عقد اجتماعا مع إدارة الفريق، مضيفا أن المدير الفني الصربي أكد لرئيس النادي أنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله والعودة لبلاده في هذا التوقيت. أعلن نادي سموحة التعاقد مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قصو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية قادمة من نادي شباب أطلس خنيفرة بالدرجة الثانية في المغرب. ويلعب بن قصو في مركز الجناح الأيمن، وكان قد بدأ مشواره مع شباب أطلس خنيفرة في يناير 2021. ذكرت تقارير صحفية أن الدولي الجزائري لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز طلب الحديث مع إدارة ناديه بخصوص الانتقال إلى أهل جدة السعودية. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أوضحت أن أهل جدة عرض على محرز راتبا قدره نحو 43,000,000 جنيه استرليني، وهو ما يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشستر سيتي، وذلك في عقد يمتد لمدة موسمين.
أوضحت تقارير صحفية مصير الدولي المغربي لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرباط، وقال الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالفعل بالتعاقد مع أمرابط، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى هذه اللحظة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لليلى وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. يتواصل تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة من بركان في أيسلندا على بعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة. وقد ثار البركان مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، برغم من قربه من مطار كيفلافيك مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا. ويبلغ متوسط ثوران البراكين في أيسلندا، والتي تقع فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ما بين 4 و5 سنوات. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. أخبار الطقس في وقفة أخيرة مع فاطمة خليل. شكرا هبة، شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 38، الصغرى 27، اسكندرية 33-25، مطروح 32-25، بورسعيد 36-24، الإسماعيلية 40-25، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 39-26، العريش 36-24، طابة 38-27، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-29، وجوها أيضا شديد الحرارة. الأقصر 43-28، أسوان 44-30، الوادي الجديد 45-27، شلاتين 40-27، حلايب 37-29، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا، نبقى الآن مع لقطة اليوم.
نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يتلقى التهاني من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. مدبول يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أكوا باور السعودية بمشروعات تحلية المياه، ويشهد التوقيع على اتفاقية مع الشركة لتطوير مشروع طاقة رياح بغرب سوهاج. الأمم المتحدة تنهي اتفاقية تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية رداً على تعليق موسكو مشاركتها في اتفاقية الحبوب. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم والزميل يوسف الحسين. مساء الخير يا ليلى. ازيك يا هبه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ والنبي يا جماعه، انتوا عملتوا ايه في الحر بتاع النهارده؟ حاله الطقس صعبه جدا، والحقيقه ان هي موجه بتجتاح العالم مش بس مصر. شفتوا الحيتان النافقه ومش عارف حرائق في الغابات مش عارف فين، والناس في اوروبا بتنط في النوافير، كانوا بيتريقوا علينا زمان لما بنط في النوافير، دلوقتي كله بيقفز مفيش فيها هزار، بس الحر بجد بقى صعب. هي التغيرات يعني المناخيه بقت جليه قوي يا يوسف. انا اصلا مش هشقر يعني، فانا انزل الشارع الاقي نفسي قاعد عمال اتصبب عرقا زي ما كان الكتاب بيقول كده، يتصبب عرقا، ده انا خارج من تحت الدش، حكايه صعبه. لا احنا كده لازم نطلب من الحكومه تشغل تكييفات في الهواء بقى خلاص. لا ربنا يعيننا ويعفو عنا بقى، والطقس ان شاء الله يا رب يا رب يكون أفضل. على كل حال احنا هنتوكل على الله. برضو اشكرك يا هبه، اشكرك يا ليلى، واستاذنكم نبدا بقى نتكلم في فقراتنا بتاعت عندنا حاجات كتير قوي هتعجبكم ان شاء الله. خليكم معانا.